السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله محاضرة اليوم تتناول موضوع الترانس بلانتيشن. موضوع الترانس بلانتيشن هو فكرة قديمة، يعني في بداية القرن العشرين نقدر نقول بدأت الفكرة في موضوع الترانس بلانتيشن من خلال ترانس بلانت كيدني، وهذا الكلام كان في عام 1908 من أمان كاتس. صار في تبادل للكيدني من الكاتس إلى أخرى، فوجدوا أن تقريبا بعد 20-25 يوم هذه الكاتس ماتت. بعد هيك صار في فكرة هو قال بنحاول نجرب في كمان في رشا، يعني 1935، على أساس أنه يكون في هناك عملية ترانسفير لكيدني من إنسان إلى آخر. وجدوا أنه في يعني بيت في هذا الموضوع. المهم بدأوا يبحثوا في هذا الجانب، وجدوا انه في هناك دير something wrong في موضوع الـ incompatibility، تمام، في موضوع الـ ABO grouping. هذا الكلام قبل ما يكون هناك اكتشاف للـ MHC class. حاول في عام 1954 في امريكا اللي هي نقل كيدني من identical twins، يعني اثنين twins متماثلين جينيا، تمام، وجدوا انه في هناك success في موضوع الـ transplantation. المهم هذه بدأت تولد أفكار بأنه عملية الترانسبلانتيشن هي قضية تحتاج إلى كومباتيبيليتي. يعني أنا بدي أعمل ترانسبلانتيشن، يعني أنا بدي أنقل خلايا، بدي أنقل تيشو من one part من جسمي إلى الجسم إلى part آخر، من one individual لآخر. معناته أنا في الحالة هذه بحتاج أعمل حاجة اسمها compatibility. وجدوا انه في هناك انتيجينات موجودة على الليكوسايتس، طبعا in general، فهذه الانتيجينات بسموها MHC antigens اللي احنا عارفينها باسم الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجينز، تمام. والشغل الثاني طبعا وجدوا موضوع البوليمورفيك بوبوليشن لهذه الانتيجين، فمعناته انه ما دام في عندي بوليمورفيك الارت معناته لابد يكون في عندنا عملية اللي هو ماتشنج لابد يحصل بالنسبة لهذه الـ MHC classes. على كل بدأت الأمور طبعا تتطور والتكنيكس تتطور إلى أن وصل في عملية الكومباتيبلتي موصل طيب في هذا الجانب. الآن نطلع بشكل عام على موضوع الـ relationship between the donor والrecipient. قالوا انه في هناك حاجه اسمها اوتوغرافت، يعني مثلا انا بدي انقل سكن من ون اورجن في جسمي الى اورجن اخر، كم من مكان الى اخر، بسميه اوتو، يعني اي حاجه بدي انقلها من نفس في نفس الشخص اللي هو عباره عن اوتولوجس. معناته هذا بتوقعش انه يكون في عندي يحتاج الى كومباتيبلتي، لانه نفس الهيومن في هذا الجانب بسموه اوتوغرافت. ممكن يكون في عندي مصطلح اخر اسمه ايزوغرافت او سنجغرافت، بمعنى انه في عندي ترانسبلانتيشن لناس يكونوا عند ايدنتيكال من ناحيه جينيتكس، زي ما تحدثنا في موضوع الايدنتيكال توينز في موضوع الكيدني ترانسبلانتيشن. اذا هذا ممكن يكون مصطلح جديد في هذا الجانب. عندنا كمان مصطلح اخر اسمه الو جرافت. الو انه انا في عندنا ترانسبلانتيشن من وان انديفيديوال تو انذر، تمام، وهذا طبعا في الحاله هذه بده يكون في عندي عمليه الكومباتيبل، تمام، انه انا عندي MHC class والMHC class polymorphism موجود، فهذا لابد نعمل عملية إيش compatibility في هذا الموضوع، لأنه في عندي foreigners في هذا الجانب. وإحنا طبعا عارفين إنه موضوع ال compatibility ما فيش هناك compatibility in general، وبتقدر تقول very 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 rare إنه يكون هناك أشخاص عندهم compatibility، والعملية عملية نسبية في هذا الموضوع. هذا بالنسبة لهذا الشيء. وجدوا طبعا هما موضوع الريجكشن في موضوع الالوغرافتينج، طبعا كانت التجربة على موضوع الانيمال، هذا الكلام جربوه في المايس مثلا بعد 2 ويكس في انا فيرست ريجكشن، ممكن لو اعطينا الالوغرافت مره ثانيه سكند الالوغرافت ممكن يكون عندنا ليس ذان ابروكسيميتلي 8-6 دايز، تمام، يعمل عمليه سكند ريجكشن. ليش؟ لانه في عندي ميموري بمفهوم الميون ميموري ريسبونس. هذا الكلام كان ديمونستريشن في موضوع الانيمال موديل على مستوى المايس. في عندنا مصطلح اخر اسمه زينوغرافت. زينوغرافت انه ممكن نعمل ترانسبلانتيشن من وان سبيشيز الى اخرى، زي موضوع اللي هو مانكي لهيومن او من بيكس لهيومن، فهذا برضو تحتاج
الى كومباتيبلتي، واكيد في عندنا هنا هيكون فار فروم ايتش اذر. ما دام في وي ار فار فروم ايتش اذر معناته الانكومباتيبلتي امر طبيعي موجود عندنا. طبعا هذا ديمونستريشن هنا في السلايدز الموجوده عندي في موضوع الالوجرافت الايزوجرافت والاوتوجرافت والاكسينوجرافت زي ما احنا شايفين. السلايد الاخرى لو طلعنا هنا في السلايد ان جنرال بنلاحظ انه في عندنا الجرافت ريجكشن الموضوع موضوع تايمينج، ولكن ان جنرال لما اجي اقول انا في عندي الان بدي اعمل ترانسبلانتيشن من 1 مايس تو انذر والتنين فيهم نفس السترينز هم بالنسبه للمايس ونفس الام اتش سي كلاس، اكيد بتوقع شو يكون في عندي هناك عمليه نوع من اللي هو الريجكشن. تمام، بمعنى انه تقريبا عندنا زي ما شايف بالاصفر في عندنا 100% السرفايف. الناحيه الثانيه لو انا عملت ترانسبلانتيشن سكين من مايس عنده ام اتش سي كلاس اي مثلا مع مايس اخر عنده ام اتش سي كلاس تايب مثلا بي يعني اذر الو تايب، فبتوقع ان يكون في عندنا بعد تقريبا 10 12 يوم يصير في عندنا نوع من الريجكشن رابط، لانه في عندي ايش كومباتيبلتي في هذا انكومباتيبلتي في هذا الموضوع. لو انا عملت سكند ريجكشن سكند سكين جرافتنج من نفس المايس للمايس الاخر فاكيد حيكون عندي فاستنج لانه في عندنا ميموري في هذا الموضوع. الصوره اللي عندي هنا باجي اطلع مثلا ممكن اعمل عمليه اللي هو ترانسبلانتيشن من ام اتش سي كلاس مايس عنده ام اتش سي كلاس تايب اي مثلا وعنده ام اتش سي كلاس تايب بي لمايس اخر، اكيد حيكون في عندنا نوع من اللي هو الريجكشن. تمام، ولكن لو قمت انا اخذت سيلز ليمفوسايتس من هذا المايس اللي صار له عمليه اللي هو الريجكشن للاورجن بتاع الام اتش سي كلاس اي مايس، تمام ماوس، فحيحصل ترانسفير لاذر سترين من نفس المايس يعني ام اتش سي كلاس بي لمايس اخر لم يحصل له اللي هو عمليه ترانسبلانتيشن، واضفنا هذه السيلز وبعد كده نقلنا الاورجن، حنلاحظ انه في عندي فاست في عمليه ايش؟ في عمليه الريجكشن لموضوع الاورجن اللي صار عندنا، وهذا بدل على انه في عندي سيلز كانت اكتف وفي نفس الوقت تم تعريفها على الاورجن الغريب، فهذا الاساس كان في عندنا اكسلريشن في عمليه اللي هو الريجكشن. هذه الصوره طبعا بالنسبه في السلايد الاخرى زي ما ذكرنا the same no problem في عملية الاكسبتنس. هنا الـ A والـ B زي ما ذكرنا في عندنا ديفرنس وهنا الريجكشن حيكون نوعا ما رابدلي. الصورة الثالثة في نفس السلايد على اليمين انه في هنا سكين جرافتنج موجودة ولكن من نفس السين، يعني عندي مثلا مايس ماوس عفوا ام اتش سي كلاس اي سمول مع ام اتش سي كلاس اخر مايس ماوس اخر ام اتش سي كلاس برضه عنده نفس التايب ولكن صار عندي ريجكشن، ولكن قالت لي بتيك تايم هذا الريجكشن، وجدوا انه في هناك حاجه اسمها ماينر اتش انتيجن ماينر انتيجنز، وهذا تختلف من الى حتى لو كان عندنا الميجر خلينا نسميه ام اتش سي كلاس اللي بنسموه الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس فيه كومباتيبلتي، الا انه في عندي اذر ماينر انتيجنز، هذه الماينر انتيجنز هي ممكن تعمل عمليه الريجكشن ولكن تحتاج الى تايم في هذا الموضوع. وهذا اللي حط الصوره بانه على الرغم من انه انا باجي اعمل عمليه ترانسبلانتيشن حتى لو كان عندي تو human beings identical لازم انت تعطي immunosuppressive خوف منه يكون في عنا minor antigen هو يعمل عملية الريجكشن ولكن يحتاج الى little bit long time او بالمعنى صح يكون عنا slow rejection. هنا الصورة بتوضح لي عملية السيرفايف بالنسبة لموضوع الاورجن لما صار في عندي عملية اللي هو organ transplant قديش ممكن يكون في عندنا فترة بتحصل عملية الريفاسكولاريزيشن ويحصل عملية الهيلينج ايش التايم بتاعهم، حاول تطلع عليهم على اساس تشوف بس بشكل عام في هذا الجانب. الثاني في موضوع الريجكشن برضه هنا في عملية الاكسبتنس في السلايد في نمبر الفيجر اي، الفيجر بي اللي هو عبارة عن الريجكشن في حالة ما بيكون يكون عندي ريجكشن كيف التايمينج، تمام انه ممكن يحصل عندي فاسكولاريزيشن بداية لكن هيحصل في عندي سيلولار انفلتريشن وفي عندي انكومباتيبلتي
الى ان يحصل عندي نوع من الدمج للبلاد سيل فيزلز، وممكن ادي الى نوع من النكروسز وبلاد كلوت، وحيكون في شان بلاد سبلاي للاورجان، ممكن ادي الى الديت في الاورجان. تمام، هذا في الفيرست ريجكشن. السكند ريجكشن طبعا اكيد فيها يكون عندي اكسلريشن في التايمينج بالنسبه لموضوع الريجكشن. ان جنرال موضوع الانتيجنز اللي بيعملوا ديترمينيشن للهيستو كومباتيبلتي، يعني انا وكانه بقول في عندي ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، يعني هيستو من هيستولوجي كومباتيبلتي تطابق. تمام، هذا الكومبلكس واحنا اكيد ذكرنا في محاضرات سابقه الفصل الماضي على الام اتش سي كلاس، في عندي ام اتش سي كلاس نمبر 1 وعندي ام اتش سي كلاس نمبر 2 اذا يعني ذاكرين في هذا الجانب. ام اتش سي كلاس 1 بتكون عندي منها سب جروبنج، عندي ام اتش سي كلاس اتش ال اي، طبعا الاسم كان عباره عن اتش ال اي لانه في الاصل كان التسميه عباره عن ليكوسايت انتيجين هيومن ليكوسايت انتيجين، فظلت هي عباره عن الاسم ام اتش سي كلاس، لكن لما بيجي بيعمل لي عمليه رايتنج لها فبكون عباره عن اتش ال اي هيومن ليكوسايت انتيجين اي اتش ال اي بي اتش ال اي مثلا سي، هذول الميجر كلاسز في هذه الفاميلي. تمام، وفي عندي اذر ماينر كلاسز يعني فيش داعي نتطرق لهم الان. تمام، بقول لي هنا وين تشو از ترانسبلانت بتوين جينيتيكلي ديفرنت انديفيديوال even if there is MHC antigens are identical the transplanted tissue can be rejected slowly طبعا because في عندنا minor histocompatibility compatibility لوكاي، يعني وكأنه بقول في antigens بيحصل لهم عملية presentation minor ما خدناش بالنا منهم. تمام، وهذه ممكن تؤدي انه يصير في عندي rejection ولكن take time. تمام، اذا لابد يكون في عندنا ايش عملية اللي قلنا immunosuppressive drug تكون متواصلة في هذا الموضوع ولكن بكميات معقولة في هذا الجانب. اوكي، اذا هذا الامر لازم احنا ندير بالنا عليه. هنا الصورة طبعا احنا عندنا خلفية عليها انه في عندنا قلنا الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز كلاس نمبر 1 وكلاس نمبر 2 هم المهمين. كلاس نمبر 1 في عندنا اتش ال اي اي واتش ال اي بي واتش ال اي سي، كلاس نمبر 2 عندنا اتش ال اي دي بي ودي ار ودي كيو عفوا ودي ار موجودين على كروموسوم نمبر 6 على الشورت ارم زي ما احنا عارفين. الماينر هيستو كومباتيبلتي انتيجين هذه موجوده عندي على الكروموسومز، يعني مثلا في عندنا مسمى اتش واي مولكيول، وين موجود هذا؟ هذا عباره عن جينز ممكن يعطيني طبعا بيبتايد. تمام، فبسميها اتش واي بيبتايد لانه كانه الواي كروموسوم بيعطيني هذه البيبتايد. تمام، بيعطيني هذه البيبتايدز لها سيرتن كاركترز. تمام، وهذه بتختلف طبعا عن الام اتش سي كلاس اللي هو الاتش ال اي اي والبي والسي. طيب، وهذا طبعا ذا ماينر انتيجنز ار بريزنتد باي سمول فراكشن اوف اتش ال اي مولكيولز. تمام، يعني هم موجودين عباره عن بيبتايدز، هذه الانتيجينات موجوده از بيبتايد على داخل الام اتش سي كلاس الموجود على السطح. تمام، ممكن يعملوا عمليه اللي هو ايش ريسبونس في عمليه الريجكشن. تمام، ممكن كمان انه هذه الانتيجنز او هذه البيبتايدز ممكن تخرج عندنا من الاكس كمان كروموسوم، ممكن يكون عندنا جينز بيعطيني هذه البروتينات او هذه السمول بيبتايدز، او ممكن يكون في عندنا اوتوسومال او كروموسومز اولسو كان انكود ذيس اللي هو ماينر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. في كمان على الجانب الاخر انتيجينات، هذه الانتيجينات موجوده تمام ولها اسم عباره عن ام اتش سي كلاس 1 ريليتد تشين اي. تمام، اللي هي عباره عن جينز موجوده عندي بتعمل انكود على السيرفس بتاعت الخلايا سيرتن بيبتايدز سيرتين انتيجنز خلينا نسميها. تمام، وهذه ممكن يصير لها تعارف من خلال الريسبتورز الموجود عندي على نيتشر كيلر سيل بسموه ان جي ان كي جي 2 دي ريسبتور، موجود على النيتشر كيلر سيل، موجود على الجاما دلتا تي سيل، ممكن يكون موجود على السي دي 8 تي سيل. تمام، وطبعا هذه الانتيجينات ممكن تتفاعل
او يتم التعرف عليها من خلال هذا الريسبتور اللي ذكرناه، ويصير هناك اميون ريسبونس لهذه الخلايا، وعلى هذا الاساس ممكن يحصل عندي اميون رياكشن. لكن مثلا سي دي 4 تي سيلز ما بيحصلش هناك نوع من، ما فيش عندها هذا الريسبتور، بحيث انه بصير في عندنا التقاء مع هذه الانتيجينات. الانتيجينات موجوده بدون البريزنتيشن على الام اس سي كلاس، جاست انتيجين او جاست بيتايتس موجوده عندنا على السيرفيس. تمام. وطبعا في عندنا الوت اوف ذيس الليلز من هذه الانتيجينز وهذه البروتينز، اوكي، ممكن تكون موجوده على الاندوثيليال سيل، على الكيراتينوسايت، على الفايبروبلاست، على الابيثيليال سيل، على الدندريتك سيل، على المونوسايت. تمام. لكن مش موجودين على التي سيل والبي سيلز، اوكي، ممكن يكون عباره عن تارجت لاميو ريسبونس. فكان في احدى الدراسات تقريبا وجدوا انه هذه الانتيجينات اللي احنا ذكرناهم الام اي سي اي، وجدوا انه في يعني تقريبا 11% من الناس اللي عندهم كيدني ترانسبلانتيشن عندهم انتي بودي لميل لهذه الانتيجينات. تمام. وهذا معناته انه لازم يكون في الاعتبار في هذا الجانب من هذا الباب، انه احنا بنخشى انه يكون في عنا ريجكشن سلو، فبده يكون عندي دائما في عنا اميون سامبلز ادراكس. طيب ان ترانسبلانتيشن اميولوجي ذا ميجر امباكت كمان كم من اللي هو HLA-B HLA-DR، يعني هذول مثلا اكثر يعني MHC classes عليهم يعني concentration في موضوع الكومباتيبلتي. تمام. يعني ال HLA-DR لو كان عندي اشكاليه في خلال 6 اشهر بمس ماتشنج، خلال 6 اشهر ممكن الاحظ في عندي رياكشن وعندي صار ريجكشن بشكل او باخر. طبعا بحكي عن HLA-DR، احنا الاورجن لما بننقله، احنا الاورجن بننقله عباره عن خلايا، الخلايا او التيشو هذا عليها ام اتش سي كلاس 1 متعارف عليه، ولكن لا نخفي انه في عندي داخلها في عندي انتيجين بريزنتنج سيلز عليها ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. اذا ما في احط في اعتباري انه الاتش ال اي دي ار اللي هي 1 اوف ذا سب تايب اوف ذا ام اتش سي كلاس 2 نيد تو بي كونسيدرد في موضوع للترانس بلانتيشن. تمام. الشغله الثانيه كمان اتش ال اي بي، اوكي، تقريبا في خلال السنتين الاولى ممكن لو صار عندي كان عندي يعني incompatibility ممكن يؤدي يصير في عندنا problem في خلال السنتين في موضوع اللي هو الترانسبلانتيشن بروسس. وكذلك الاتش ال اي اي مس ماتش هاف اولسو ادلتيريس افكت اون لونج تيرم، ممكن يكون مور ذان 2 ييرز في هذا الجانب. هنا صوره توضيحيه عمليه يعني استيميشن لدراسة في موضوع كيدني ترانسبلانتيشن. تمام. حاولوا يشوفوا قديش نسبة الناس اللي ممكن يعيشوا سنة بعد ما نعملهم ترانسبلانتيشن. تمام. فوجدوا انه لو احنا نقلنا كيدني مثلا من شخص الى اخر، تمام، وهذا الشخص كان عنده الـ HLA-A والـ HLA-B، تمام، ما فيش فيهم mismatching، يعني no mismatching، ولكن وجدوا انه في عندنا مس ماتشنج في ال HLA-DR. طبعا احنا بنعرف ال HLA-DR في ممكن يكون عندي ثلاثة منهم، اوكي، ستايلز مختلفين، اوكي. وجدوا انه لو ما كانش عندي ابروكسيميتلي HLA-DR مس ماتش، تمام، زيرو يعني، تمام، فيش عندي مس ماتش ات اول، تقريبا ممكن يكون 86% من هدول الناس هيعيشوا سنة تقريبا. لو كان عندي تقريبا واحد مس ماتش في ال HLA-DR هنلاقي النسبه طبعا قلت، لو كان عندي اثنين مس ماتش طبعا حتكون اقل في هذا الموضوع. على الجانب الثاني لو ذكرنا انه لو في عندنا نو HLA-DR مس ماتش، يعني الام اتش سي كلاس تمثل في ال HLA-DR، اوكي، كومباتبل 100%، لكن الان احنا بنعرف ان ال HLA هو عباره عن الليلز، وال HLA عفوا اي HLA-A و HLA-AB في منهم alleles. لو وجدوا زيرو من هذه alleles مثلا HLA-A 27 مثلا نوع معين بس يكون أو B أو هلوم جرة، إذا ما كانش في عندي أي واحد من هذول الستة alleles الموجودين على السيرفس بتاعت الخلية، تقدر تقول في عندنا 88% it's okay can survive for one year. إذا كان عندنا تقريبا واحد mismatch، تمام، من الـ A أو الـ B حيكون عندنا تقريبا 84% برسنتج من هدول يكون عندهم سرفايف لوانير. إذا كان اثنين حيكون أقل النسبة تقريبا أو مشابهة للأولى، إذا كان ثلاثة
هتكون نسبه قريبه. اذا كان 4 اذا كل ما زاد عدد ال اتش ال اي مس ماتشنج كل ما قلت نسبه السرفايف ل 1 يير. هنا بس رسمه توضيحيه بقول لي انه انا مثلا في عندي انا ماينر انتجن، واحنا قلنا الماينر انتجن ممكن تطلع من الواي كروموسوم، فانت تصور عندك تمام انه ممكن يحصل عندي رياكشن بسموه جرافت فيرسس هوست ديزيز، هنحكي عنه ليتر اون. تمام انه ايش بصير؟ انه بصير عندي اميون رياكشن جامد نوعا ما among female recipient of marrow transplant from male. ايش يعني؟ لو انا قمت نقلت اورجان يعني كدني تمام من ميل الى فيميل، صحيح انا بدي ادرس موضوع الكومباتيبلتي موضوع ال HLA-A وال B وال HLA-DR، لكن لو كذلك في عندي اشكاليه في موضوع ايش الاشكاليه؟ ما هو الاشكاليه انه انا في عندي ميل اورجان في واي كروموسوم في السيلز، معناته في انتيجنز حتيجي او بيبتايدز من هذا الواي، لو قلنا عنها HY انتيجن تمام هذا حيصير لها برزنتيشن وممكن تكون تعمل لي اميون رياكشن. اذا حده الرياكشن لو نقلنا من ميل ما فيش عنده مشكله تمام مع الفيميل من ناحيه ال HLA وال B وال HLA-DR، لكن الا يبقى عندي موضوع ايش؟ الماينر انتيجن. لكن لو نقلنا من ميل الى ميل اخر عندهم كومباتيبلتي تمام اوكي في موضوع ال HLA-A وال B وال HLA-DR، والميل لميل اذا هذا عنده واي وذاك عنده واي، اذا مش حيلاقي في عندي انكومباتيبلتي في موضوع ال HLA انتيجن. فهذا بيعطيني اشعار انه بالفعل الماينر انتيجن ممكن تعمل لي سلو ريجكشن لو كان عندي مثلا ترانسبلانتيشن من ميل لفيميل. ان جنرال عندنا معلومه هنا بتقول لي انيمال ذات ليك تي لينفوسايت دونت ريجكت الوغرافت او ريزنجرافت. طبعا اكيد ما انت عندك عن كاش تي سيل اذا معناته مش هيحصل عمليه اكتيفيشن اصلا للميون ريسبونس، هذا امر طبيعي لو ما فيش عندك تي سيل، هذا امر واضح في هذا الموضوع. بمعنى اصح كمان عندنا ملاحظه the process of rejection slows down considerably or does not occur at all في الاميونو سبرست ان جنرال. طبعا الناس ما عندهمش اي اميون ريسبونس فبتوقع ان الاورجن ما يواجهش عندنا مشكله في موضوع الريجكشن. نيجي لنقطه اخرى، نقطه اخرى في هذا الجانب اللي هو عباره عن اندكشن اوف ذا نيو ريسبونس اجينست ترانسبلانتس. ايش يعني؟ الان احنا عملنا ترانسبلانتيشن ونقلنا الاورجن سواء كان كيدني سواء كان هارت سواء كان ليفر نو بروبلم، ممكن يحصل عمليه ريكوجنيشن لهذا الاورجن، فبيصنفوا الريكوجنيشن بدايركت واندايركت. ايش يعني دايركت؟ لان تصور انه احنا نقلنا الاورجان تمام، هيحصل انه في عندنا، خلينا نطلع على الصوره ممكن يكون افضل، ايش معنات دايركت وايش معنات اندايركت. معنات الدايركت عندي يقول كيدني موجوده نقلناها لبيشنت از ريسيبيانت، فبيحصل في عندنا انه هناك هذا قلنا على اساس احنا معنيين بالاتش ال اي دي ار الكيدني فيها انتيجين بريزنتنج سيل، فممكن يحصل عندي ايش؟ انه هذه الانتيجين بريزنتنج سيل طبعا تنتقل من الكيدني وتروح على اقرب ليمف نود، وفي الليمف نود هيحصل عندي عمليه الكونتاكت. ذاكرين لما ذكرنا في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 4 كانت الصوره هذه عندي موجوده، وقلنا الالوغرافت ريجكشن ممكن يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي تمام نمبر 4 او بيعمل لي حاجه بسموها ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. بالفعل انه هذه الانتيجين بريزنتنج سيل حتعمل عمليه اكتيفيشن للتي سيلز بتاعت الريسيبيان، ومن ضمنهم خلايا تي سيل تسمى تي دي دي تي اتش تمام، وهتعمل لي اميون رياكشن. اذا الدايركت انه السيلز بتاعت الاورجان ترانسبلانتد هي راحت عملت اميون رياكشن، وهذا يسموه الدايركت رياكشن بهذا الموضوع. اوكي وحصل عندنا هذا الكونتاكت وهلما تجرب. الاندايركت ايش صار عندي؟ انه الاورجن موجود والاورجن طبعا على سطح الام اتش سي كلاس، يقال انه الانتيجن بريزنتنج سيلز بتاعت الريسيبيانت تمام بتصل الاورجن وبتعمل عمليه نوع من الفاجوسايتوسيس لمين او ابتيك للام اتش سي كلاس مع البيبتايد بتاعتها، بتعملها انترنالايزيشن وبعد هيك بتعملها بريزنتيشن تمام. يعني هي الانتيجن بريزنتنج سيلز بتاعت الريسيبيانت بتاخذ الام اتش سي كلاس بتاعت الدونر بتعمل له برزنتيشن
لمين؟ لا الام اتس الى التي سيل بتاعت الريسيبيان، وهل مجرى ممكن يحصل عند عمليه اميون ريسبونس. اذا الاندايركت هو عباره عن الابتيك بتاع مين؟ بتاعت الام اتس كلاس بتاعت الفورينر بتاعت الدونر، وبعدها بيحصل عندنا اميون ريسبونس من خلال المفهوم اللي احنا عارفينه. هذه الصوره بتوضح الموضوع زي ما ذكرنا في الدايركت وموضوع الاندايركت حاولوا تطلعوا عليه. هنا في تفكير اخر انه ممكن تكون الدونر انتجين بريزنتنج سيل، هذا الكلام حكيناه في موضوع الدايركت، انه ممكن يحصل لعمليه ايش؟ انه يصير لها نوع من نوع من في الاندايركت انه يصير في يعني نوع من الشيدنج، يعني يصير في نوع من الريليزنج لهذه الام ات سي كلاس، تمام؟ وسواء كان ميجر او سواء كان ماينر انتيجين، وبصير لهم ابتيك من خلال الانتيجين بريزنتنج سيلز بتاعت الريسيبيانت، وكذلك يصير عندي نوع من الاكتيفيشن انجن. بس هذا عباره عن كان واحد من الافكار في خلال دراسات الريسيرش اللي كانت موجوده ومنتشره في مجله نيتشر. الان حصل عندي الترانسبلانتيشن، تمام؟ ان جنرال لابد يحصل هناك عندي ريجكشن، تمام؟ ولكن بدرجات متحاوله. الريجكشن هنا بياخذ عده اوجه، ممكن يكون عباره عن هايبر اكيوت ريجكشن، عندي اكيوت ريجكشن، وكذلك عندي كرونيك ريجكشن. بشكل كمان مختصر في هذا الموضوع، الهايبر اكيوت ريجكشن يعني تصور انه احنا عملنا ترانسبلانتيشن لا مثلا لا الكدني من دونر لا ريسيبيان. طبعا احنا في عندنا منظومه الجروبينج انه انا لابد اعمل جروبينج، تمام؟ في بعض من التيشيو في موضوع الكومباتيبيليتي لابد اعمل جروبينج زي موضوع اي بي جروبينج. يعني فرضا عملنا جروبينج او بالمعنى الاصح ما عملناش جروبينج، يعني نقلنا كدني، تمام؟ هذا الكدني من مريض A لمريض B، ولكن كانت الـ A جروب بلاد جروب A، تمام، بتاعت الدونر، وكان عندي B جروب للريسيبيانت اللي بلاد جروب. الآن احنا بنفهم انه البلاد جروب B انه في عنده انتي بادي لانتيجين A، تمام؟ الكدني في عنده انديتيليال سيلز، وهذه الانديتيليال سيلز عليها اللي هو الانتيجينات انتيجين A بتاع اللي زي الانتيجين A الموجودة عند على البلاد ريد بلاد سيلز. فالآن نيجي نطلع على الصورة أساس نوضح إيش أكثر. هذه كدني، لما إحنا قلنا الكدني أوكي بيحصل في عنا بريزنتيشن أو عرض موجود على الاندوتيليال سيلز بتاعة الكدني لمين؟ لا اللي هو الجروبينج الموجود عندي جروب B أو جروب A زي ما ذكرنا، تمام؟ لكن البيشنت عنده أنتيبادي أجينست هذا الأنتيجين، لأنه ذكرنا إحنا أنا نقلت كدني من دونر عنده جروب A مثلا لا ريسيبيانت عنده جروب B أو العكس، فمعناته في عندي أنتيبادي. هذا الأنتيباديز على طول هيشبك عندي على الأنتيجينز الموجودة عندي، وكذلك عندك بتعرف إنه الأنتيبادي عبارة عن أي جي إم، تمام؟ فمعناته عندي كومبلمنت هيربط عنا، والكومبلمنت هيعمل لي كاسكيدنج انه يصير في عنا نوع من الدمج لمين؟ للخلايا بتاعت ايش؟ بتاعت الكدني الموجود عندي الاندوتيليال سيلز او مثلا البلاد فيزلز الموجوده في داخل الكدني، تمام؟ وهنا هيحصل عندي نوع من الاستدعاء للنيوتروفيلز ماكروفيجز، تمام؟ وحتطلع الانزيمات بتاعتهم وهيعمل ديستراكشن، وحتيجي عندي البليتلتس كذلك تعمل ادهيجن لهذا الانجرد اريا، تمام؟ وتعمل عمليه بلوكينج، وحيصير في عندنا نوع من النكروسيس في هذا الجانب، ويحصل عندي مشاكل على مستوى بقدر اقول عباره عن ايام او ممكن يكون عباره عن اورز بشكل سريع، تمام؟ اذا هذا نوع من انواع الريجكشن اسمه هايبر اكيوت ريجكشن في موضوع الكدني جرافت. اذا موضوع الجروبنج على سبيل المثال في موضوع الكدني موضوع مهم انه لابد يكون عندي كومباتيبلتي في هذا الجانب. اكيوت ريجكشن الصحيح انه حصل عندي ترانسبلانتيشن، اوكي؟ موضوع الجروبنج اتس اوكي ما فيش مشكله، لكن انا في عندي انكومباتيبلتي بشكل او باخر. موضوع الانكومباتيبلتي هاني الصحيح بتاخذ منحة بشكل او باخر
انه الخلايا التي سيلز هنا هيصير لها نوع من الاكتيفيشن بحيث انها تكون شرهه في اخراج السيتوكاينز، تمام؟ انه نفس الخلايا النايف سيلز قبل ما يصير لها بولاريزيشن هيصير منها بولاريزيشن to be as T helper 1, to be as T helper 2, to be as regulatory cell, to be as T helper 17 cell. هذه كلها عباره عن خلايا هتساعد في عمليه الاميون ريسبونس against the organ الموجود عندنا. طبعا تحت تاثير سيتوكاينز موجوده عندي من خلال الانتيجين بريزنتنج سيلز الموجود عندي. هذا الامر يتمثل في الصوره الموجوده عندنا. خلينا نطلع على السلايد الموجود عندي هنا. انتيجين بريزنتنج سيل، والله جايبه لي انا عندي انتيجينات من الفورينر اللي هو من الدونر، وقابلت اللي هي النايف تي هيلبر سيلز. النايف تي هيلبر سيلز هنا هيصير لها بولاريزيشن على عده اوجه. ممكن انا طبعا في الحاله هذه انا تي هيلبر سيل هيصير لي اكتيفيشن تو بي از او تي دي اتش تي هيلبر سيل، تو بي اعمل اكتيفيشن للتي سايت توكسيك. انا نفسي كمان اعمل اكتيفيشن لاذر تي سيل، وهذا التي سيل وهذا امر يعني غريب في موضوع الترانسبلانتيشن انه كمان السي دي 4 تي هيلبر سيت توكسيك، وكذلك ممكن يخرج عندي سيتوكاينز تروح على البي سيل، تمام، تعمل لي اكتيفيشن للبي سيل بحيث ان تنتج لي انتيبادي، وكذلك النيتشر كلير سيل ممكن تشتغل في هذا الامر. فعلى هذا الموضوع انه الخلايا بشكل او باخر هتتنشط عندي، يعني مثلا عندي هنا تي تي دي تي اتش سيلز هتعمل اخراج للسيتوكاين انترفيرون جاما، هتعمل اكتيفيشن للماكروفيج، هتطلع الانزيمز بتاعتهم، هتحاول تعمل لايسيس. كمان عندنا الخليط خليط التي دي تي اتش ممكن تطلع عندي انترفيرون جاما مع تيومر نيكروس فاكتور بيتا يجوا على الخليه هذه الموجوده عندي بتاعت الدونر ويصير عمليه برزنتيشن لعمليه سي كلاس اكثر سواء كان 1 او 2. معناته السي دي 8 سيل هتشتغل سيتوكسيك والسي دي 4 هتشتغل از سيتوكسيك. هذا شيء غريب صحيح في موضوع الترانسبلانتيشن لانه بنعرف سيتوكسيتي للسي دي 8 سيل، سي دي 4 برضه هتشتغل از سيتوكسيك سيلز من خلال الكونتاكت مع الكلاس 2. كمان عندنا البلازما سيل تطلع انتي بودي اجينست، وكذلك النيتشر كلاس سيل هتشتغل عن طريق اي دي سي سي زي ما احنا عارفين. اذا هذا مفهوم الاكيود هايبر اكيوت ريجكشن. الكرونيك ريجكشن اللي هو ممكن يكون بوت انتي بودي مع السيل ميديتد اميونيتي في هذا الموضوع، لكن تيك تايم مور ذان ذا اللي هو الاكيوت وكذلك الهايبر اكيوت. نوت طبعا موضوع الاكيوت ممكن ياخذ عباره عن مانس في هذا الجانب. النوت الاخرى هنا عايز اوضحها انه البون مارو سكان الجرافتنج بتاعتهم فيري سنسيتيف في عمليه الريجكشن compared to the heart. وهذا الكلام والكدني ليش اكثر؟ لانه له علاقه في موضوع الام ات سي كلاس اكسبريشن، عمليه الليفل والتريشول بتاعت الام ات سي كلاس كل ما كانت طبعا اعلى كل ما كان عندي الريجكشن بيكون اسرع في عمليه اللي هو الانكومباتيبلتي. وكذلك الاورجنز بشكل عام هتلاحظ انه في عندنا بعض اورجان الام ات سي كلاس اكسبريشن على السيرفيس صحيح موجود ولكن بتريشول اوطى في هذا الموضوع، تمام. بقول لي هنا نوت تو افويد هايبر اكيوت ريجكشن ذا اي بي جروبنج انتيجنز اوف ذا جرافت دونر ار سيلكتد تو بي كومباتبل. اكيد هذا الكلام. ذيس تيست از يونيفورملي يوزد في حاله الرينال او الكاردياك، يعني الكاردياك ترانسبلانتيشن وفي الكيدني ترانسبلانتيشن هذول من الاولويات ان نعملهم في هذا الموضوع الموجود عندنا، لكن ممكن يكون اذر اورجان يكون عندنا الاكسبريشن لهذا الانتيجين مش موجوده في نفس الدونر. يعني ممكن يكون دونر عنده بي جروب مثلا ونعطيه لاي في اورجان بحيث انه يكون عندي الام ات سي كلاس نوعا ما الجروبنج. طبعا ما فيش عندي هناك بمعنى اصح اندوتيليال سيلز عليها انتيجينات جروبنج زي الاي او البي. وكذلك ممكن يكون عندي مثلا عمليه الريجكشن من اورجان الى اخر، واحد اورجان مثلا كما يقال انه الليفر الاكسبريشن تحت العمليه سي كلاس وان اقل نوعا ما من لو كان مثلا عندي بون مارو ترانسبلانتيشن او مثلا كان عندنا اللي هو سكان في هذا الموضوع. طيب هنا صحيح نقطة أخرى في هذا الجانب في موضوع الترانسبلانتيشن. طبعا احنا لما نيجي نعمل عملية ترانسبلانتيشن، تمام، لابد يكون في عندك عملية كومباتيبلتي، وهذا الكلام لابد يحتاج عندنا موضوع لاب.
إذن ممكن يصير عندنا عملية دراسة الكومباتيبلتي أوتسايد. طبعاً هذا اللي بيحصل. يعني أنت الآن لما تيجي مثلاً تعمل عملية ترانسبلانتيشن لشخص، بيجي مثلاً بيقول لك خذ من الأقارب من العيلة، تمام، ويعمل عملية كومباتيبلتي. فتروح أنت بتاخذ بلاد، تمام، عشان تاخذ السيلز وتشوف وتقارن الام اتش سي كلاسز والجروفينج الموجودين على السيرفيس بتاعت السيلز بتاعت الدونر، وكذلك مع الريسيبي، انه تشوف مين اكثر واحد عنده كومباتيبلتي في هذا الموضوع. طيب طبعا انت اكيد في مخك الان تعرف انه الام اتش سي كلاسز حتكون جاي من الاب والام، وفي عندنا بروبابيلتي انه في يكون مشترك بين الابناء مع بهذا الموضوع. طيب Serological detection of the MHC class antigen. A panel of HLA specific. يعني الآن في عنا serological detection. A panel of HLA specific anti-sera or monoclonal antibody is used to determine. إذن وكأنه إيش بيجي بقول الآن ممكن تستخدم عملية سيريولوجي. تمام؟ إنه يكون عندك مثلاً السيلز موجودة، وتروح تضيف يعني antibody against certain HLA class. HLA سواء كان مثلا HLA A أو B subtypes بتاعتهم، تمام، الأليلز بتاعتهم، أو HLA مثلا DR زي ما هنشوف في الصورة later on. ممكن نشوف نضيف على السيلز ونشوف تحت الفلوريسنس ميكروسكوب من خلال فلوريسنس ماتيريال. ممكن الأمر هذا نشوف من خلال complement fixation زي ما حنشوف في الصورة التوضيحية later on. ممكن نعمل PCR نشوف الأليلز هذا موجود، طبعا من خلال نحدد PCR. ممكن نعمل reaction، حاجة بسموه mixed lymphocyte reaction between what؟ between الآن في عندنا مثلا organ، الأورجان هذا موجود فيه خلايا antigen presenting cell، تمام، حتروح هذه الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز على الليمف نودز بتاعت الريسيبيان، تمام. فاحنا ممكن قبل ما نعمل ترانسبلانتيشن ناخذ الخلايا بتاعت الدونر، تمام، ونعمل عمليه ميكسينج اللي هي مين الانتيجين بريزنتنج سيل او الدندريتك سيل، نعملها ميكسينج في اللاب مع مين، مع التي سيل، ونشوف طبيعه الكونتاكت بينهم وقد ايش صارت ستيميوليشن لمين للتي سيلز من خلال الكونتاكت مع الانتيجين بريزنتنج سيل. حنوضحه في السلايدز القادمه ان شاء الله. وبعد كده نعمل عمليه ايفالويشن من خلال راديو اكتيفيتي ومن خلال وجود التايمدين، نشوف كيف حصل عندي بروليفريشن للتي سيل او لا. جاست ويت الان. مثلا في موضوع السيرولوجيكال انجينير نيجي لفيجر نمبر 8. الآن فيجر نمبر A، طبعاً في عندي دونر وعندي أنا ريسيبيان، تمام، دونر وريسيبيان. أنا ممكن في الحالة هذه إيش أعمل؟ أضيف أنتيبادي، أشوف عندي أنتيبادي، أو قبل ما أروح على إيه، عفواً خليني أروح على B في موضوع السيرولوجي. موضوع السيرولوجي الآن في B، مدام ذكرنا السيرولوجي ممكن يحصل عندنا هناك موجود عندي السيلز لمين؟ لريسيبيان. اعتبر في عندك لينفوسايت، تمام، حطيت هنا عندي لينفوسايت 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 وهلوم مجر. الآن بتكون انت في الحالة هذه عندك كمان دونر 1 وعندك دونر 2 لينفوسايت لينفوسايت وهلوم مجر، وهلوم مجر موجود عندي انا في اللي هو الديشز الموجود عندي في هذه الويلز. ايش اللي بيحصل عندي؟ دونر 1 دونر 2 دونر 3 وعندي الريسيبيان. فبتروح انت بتضيف مثلا انتيبادي مثلا اجينست اتش ال اي اي، تمام، بسب تايب معين، وحطيته في هذا الويل الموجود عندي والويل الموجود عندي هنا، وكذلك الويلز الموجود عندي دونر 1 ودونر 2. ومثلا اضيف الويلز الثاني الرو الثاني، اضفت انتيبادي اجينست سيرتن تايب اوف اتش ال اي في الريسيبيانت والدونر 1 ودونر 2، وكذلك النوع الثالث من الانتيبادي اجينست سيرتين اتش ال اي على الريسيبيانت سيل وهلوم مجر. وبنيجي بنعمل بنلاحظ اذا من الصوره هذه اللي احنا موجوده عندنا، تصور عندك الصوره هنا الان الريسيبيانت لما اضفنا انتيبادي اجينست الاتش ال اي بتاعته اعطى رياكشن، تمام، انه في عندي صار بايندينج، صار عندي بريسيبيتيشن او صار عندي اجلوتينيشن، وهنا صار عندي بايندينج مع دونر 1 لكن مع دونر 2 ما فيش. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته في عندي كومباتيبلتي ما بين اتش ال اي اي مثلا سب كلاس معين موجود عندي في دونر 1 دونر 2، لكن في دونر 3 الدونر 2 مش موجود عندي، مش موجود عندي. هو كانه انت بتقول لي هذا في عندنا
مشكل في هذا الموضوع. هنا مثلا على سبيل المثال دونر هنا موجود، لكن هذا عندنا مش موجود، هنا عندنا مش موجود، تمام. الثالث نفس القضية موجود، هنا مش موجود. يعني لو أنا جيت اطلعت على رقم 7، لما أضفت أنا هنا في عندنا compatibility، هنا في عندي موجودة الريسيبيانت مع مين؟ مع الدونر رقم 1. يعني وكأنه بقول لي يوجد في الريسيبيانت certain alleles، تمام، موجودة عند مين؟ عند دونر 1، تمام، موجودة عند دونر 1 سواء كان في الولاد السطر بتاع رقم 1 والسطر بتاع رقم 7. الآن لو احنا قمنا أعطينا الدونر رقم 2 للريسيبيانت، وبتوقع يكون في عندي انتي بادي طبعا الوت، تمام، لهذه الانتيجينات الموجودة عندي، لأنه هذا أكيد حيكون في عندي انتي بادي اجينست لأنه مش موجود، تمام. هذا لو أعطيناه للريسيبيانت حيكون في انتي بادي اجينست، هنا اجينست، وهنا حيكون طبعا against for example بشكل او باخر. فانا لو جيت طلعت قارنت دونر 1 ودونر 2، الحده بتاعت الكومباتيبلتي، تمام، الانكومباتيبلتي هتكون نوعا ما اقل في دونر 1 مقارنه مع دونر 2، لكن في انكومباتيبلتي اكيد هيحصل في عندنا في هذا الجانب، تمام، هيحصل عندنا هذا الموضوع، تمام. ممكن يكون other HLA احنا ما فحصناهاش موجودة، ولكن هتكون نوعا ما اقل في دونر 1 من دونر 2. هذا في موضوع السيريولوجي في هذا الجانب. فمعناته انا لو انا ما هني ان يكون عندي compatibility كويسة على certain alleles، او بدي الاقي والله دونر 1 او تقريبا نفس الامر من ناحيه الزلاج فور اكزامبل، او انه موجود كل الاليلز عندي اللي انا عملت لهم تشيك، هنا بكون انا مطمئن اكثر انه والله لو اعطيت هذا الاورجان من هذا الدونر للريسيبيانت مش هيصير في عندي اون كومباتيبلتي بشكل كبير. الشغله الثانيه في موضوع نرجع لنمبر اي، طبعا انا في عندي اليل لدونر وعندي انا ريسيبيانت، هنا لما انا رحت حطيت انتي بودي، تمام، انا مش عارف ايش طبيعتي انه في عندي الليل بس مختلف عن الليل اللي هنا. لما حطيت انت انتي بودي للليل، تمام، للسيل حطيتهم على السيلز بتاعت الدونر، ورحت حطيت كمان الانتي بودي بتاعت الليل نفسه هذا اللي رقم 2 على السيلز بتاعت مين؟ الريسيبيانت، تمام. فحطيت انتي بودي هنا، حطيت انتي بودي هنا، طبعا في الدونر موجود هذا الليل رقم 2، تمام، موجود رقم 2 عاد هو عنده قليل موجود الريسيبيانت مختلف، لكن انا مش عارف، لكن ضمن نعتبر انه في عندنا قليل مختلف عن الثاني. فالانتي بادي هنا شبك لانه في عندي قليل، الانتي بادي هو اصلا اللي انا مضايفه، ضايفه لقليل نمبر 2، لقليل نمبر 2 موجود عند الدونر. فايش اللي بيحصل عندي؟ الريسيبيانت ما فيش عنده، انا عنده هذا القليل، فلما حطيت الانتي بادي مش هيرتبط الانتي بادي، فبروح بعمل ووشنج بضيع السيرم، تمام، او بضيع الاكسس انتي بودي، بروح بضيف كومبلمنت. لما بضيف الكومبلمنت هنا، طبعا الكومبلمنت هيشتغل على ايش؟ على انتي بودي. هنا مفيش، في عندي هنا في عندي انتي بودي، هيعمل انتي بودي مع وجود الكومبلمنت، هيعمل لي طبعا لايسز لمين؟ للخلايا. هنا مش هيصير في عندي لايسز، هذا ايش بعطيني؟ طبعا نشوف انه الخليه دخلت على ابوبتوسز، لو ما جربت تعملها ستين بالتريبتوفان بلو او ريوسين، تمام، فلما تاخذ الداي معناته بقدر اقول الخليه تقدر تقول داخله على ابوبتوتكس على موت. هنا طبعا الخليه مش هتاخذ لانه الخليه مش ما دخلتش على الابوبتوسس، لانه الخليه ما زالت سيرفايف في هذا الجانب. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته انه الخليه هذا، تمام، بتاعت الدونر عندها قليل مختلف عن القليل الموجود عندنا، والا كان نفس القليل لما اضفت الانتي بودي للقليل رقم 2 موجود عندي في الدونر 1 في الريسيبيان، كان اعطوني، لو اعطوني التنين هيموليسيز هو بقدر اقول القليل هنا موجود هنا وهنا فيش عندي مشكله. نيجي ل سي. سي صحيح عايز احكيها بشكل مختصر في هذا الامر. ايش اللي بيحصل عندي انا؟ اللي بيحصل عندي زي ما ذكرت في هذا الموضوع، انه باجي بطلع على الدونر وباخد منه خلايا بشكل عام
مونوسايت. طبعا عاده معروف الدندريك سيل الجليله في الانسان. باخد المونوسايت هذه وبعملها او باخد الخلايا اللي قلنا عملنا سحب للبلاد واخذنا خلايا المونوسايت وحطيناها في بيتري ديش تمام، واضفنا عليها سيرتن سيتوكاينز وحولناها من مونوسايت لمين؟ لدندريك سيل. هذه خلايا مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت الريسيبيان، بتاعت عفوا الدونر، بتاعت مين؟ بتاعت الدونر. طيب هذا شغله. الشغله الثانيه بروح بنجيب نسحب برضو دم من الريسيبيانت تمام، وبناخذ الليمفوسايت. اعتبر حالك انت اخذت اللي هو تي سيل سي دي 4 سيل تمام. اوكي، احنا بنعرف دائما انه لابد يكون في عندي ما دام الخلايا التي سيل بيحصلها بروليفريشن وستيميوليشن لابد تلتقي مع الانتيجين بريزنتنج سيل، وكل ما كان الانتيجين بريزنتنج سيل حملالي شيء غريب اكثر معناته انه حيصير عندي ستيميوليشن بشكل اكثر لمين؟ للتي سيل. هذا طبيعي. اذا الدونر الموجود عندي انا خلايا انتيجين بريزنتنج سيل موجوده، طبعا دونر في عندها ام ات سي كلاس وحملها للانتيجينات تاعتها الفورينر تمام. الان ايش اللي بصير؟ بنروح بنعمل ميكسينج لمين؟ للدندريتك سيل بتاعت الدونر مع اللي هو مين؟ التي سيل بتاعت الريسيبيانت بنسبه معينه. ولكن قبل ما نعمل عمليه الميكسينج عشان نسميها احنا ميكست لينفوسايت رياكشن، بنروح بنضيف بنعمل عمليه راديشن لمين؟ لهذه الدندريتك سيل، بحيث لما نخلط الدنتريتك سيل مع الليمفوسايت ما يحصلش بروليفريشن لمين؟ للليمفوسايت للدنتريتك سيل. يعني اذا صار هناك كونتاكت لازم انا اتابع عمليه البروليفريشن لمين؟ للليمفوسايت. فبتضيف بتحطها بتعرض الدنتريتك سيل بتاعت الدونر لراديشن او بسموها جاما راديشن عشان تخفف من حده البروليفريشن بتاعتها، لكن هي بتموتش وبامكانها تعمل ستيميوليشن تمام. وبنعمل عمليه الميكسينج. الان اللقاء اللي هيحصل بين الخلايا بين فورينرز دونر مع مين؟ دندريتك سيل مع ريسيبيانت لينفوسايت، وبنعملهم ميكسينج. بعد تقريبا نقول 1 دي بنروح بنضيف ايش؟ بنضيف تريتشوم تايميدين. ايش يعني تايميدين؟ عليه تريتشوم اتش 3 تريتشوم تمام، اللي هي راديو اكتيف ماتيريال بسموها التريتشوم تمام. والتايميدين هو عباره عن ايش؟ عباره عن نيوكليوتايدز تمام، نيوكليوتايد تايميدين تي تمام عليها تريتشوم. لو انا صار عندي لقاء ما بين الدنتريك سيل بتاعت الدونر اللي انا عملت لها راديشن وكذلك الليمفوسايت بتاعت الريسيبيانت تمام، لو هناك صار في عندنا وجود كونتاكت وكان عندنا الانتيجين بريزنتنج سيل حملالي انتيجينات على ام اتش كلاس مور فورينر تمام، فاكيد التي سيل هتتعرف عليهم بقوه وهيصير لها ستيميوليشن وبروليفريشن. لما بيصير لها بروليفريشن طبعا هتبدا تبني الدي ان اي تاعها. تحتاج ايش لما تبني الدي ان اي؟ الى نيوكليوتايد. من ضمن النيوكليوتايد اللي هتحتاجهم طبعا هتحتاج الى تايميدين، وهتاخد تايميدين وعليه ايش؟ تريتشوم تمام، وتاخد وبتعمل عمليه بروليفريشن وهتاخد تايميدين عليه تريتشوم. بعد فتره بناخد الخلايا تمام، اللي ايش هيحصل؟ احنا قلنا الدندريتك سيل ستوب في البروليفريشن لان عرضناها للراديشن تمام. التي سيل هيحصل لها ايش؟ اخذ لمين؟ للتريتشوم تايميدين. اوكي، تايميدين اللي عليه تريتشوم، وبنعمل عمليه ميجرمنت للراديو اكتيف ماتيريال اللي هي التايميدين، وبنشوف كل ما زادت الراديو اكتيفيتي عندي تمام، بنقول والله الخلايا الريسبونس تاعها صارت بشكل كبير جدا، وكل ما قلت الراديو اكتيفيتي اعرف انه الخلايا الريسبونس كان اقل عندما تعرفت على الفورين انتيجين بريزنتنج سيل. وهذا العمليه عمليه استيميشن، عمليه نسبيه بشكل او باخر، انه ممكن نقارن عده انواع من الدونرز مع الريسيبيانت وناخذ اقل حده او اقل قياس من اللي هو عمليه التريتشوم تايميدين الموجود عندي في الخلايا اللي احنا ذكرناها. هذا بسموه عباره عن ميكست ليمفوسايت رياكشن انجينو. طيب هذا الكلام موجود عندنا
هنا بشكل او باخر. طبعا احنا ممكن نعمل جاما راديشن او ممكن نعمل زي ما احنا شايفين اديشن اوف ماي تو مايسين سي. تمام، الماي تو مايسين سي هيعمل بريفنت لمين؟ للسيل ديفيجن في خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل. في عندنا مصطلح هنا يا شباب يا بنات في يسموه جرافت فيرسس هوست ديزيز. ايش يعني جرافت فيرسس هوست ديزيز؟ بشكل مختصر انه انا بيحصل في عندنا كل ما انا في عندي فار اوي، يعني في عندنا بعد ما بين يعني بمعنى صار في عندي انكومباتيبلتي، تمام، حيصير في عندنا اللي هو ايش؟ نوع من الميور رياكشن هاي، تمام، ما بين ايش؟ ما بين الجرافت سيلز، لانه احنا ما بنقل احنا بنقلش اورجان ويت اوت سيلز بتاعته بكون فيها السيلز الانتيجين ريزيستنت سيل. اذا الجرافت اللي نقلته عمل لي هوست ديزيز، يعني عندما انتقلت خلايا الجرافت الموجوده عندي زي الانتيجين ريزيستنت سيل لللينف نود القريبه هتعمل عمليه ستيميوليشن لمين؟ للميون سيلز، وهتعمل عمليه اكتيفيشن سواء كان لتي دي تي اتش سيلز، سواء كان ل الوت اوف تي هيلبر سيلز او تي سايتوتوكسيك سيلز، تمام، حيصير لهم اكتيفيشن وعلوت اوف سايتوكاينز، وحيصير في عندنا اكتيفيشن لماكروفيجز لنيوتروفيل، تمام، وهذا ممكن يعمل عمليه اللي هو اميون رياكشن اجينست مين؟ اجينست الريسيبيانت، وهذا الاساس سموه جرافت فيرسس هوست ديزيز. جرافت فيرسس هوست ديزيز ممكن يوصل يصير في عند الشخص مشاكل على مستوى سكين ليجون، دياريا، جوندس، سبلين انلارجمنت، ديت في الابيتيليال سيل، وجاسترو انتستينال تراك، وسكن ان هيكون في ان نوع من نيكروسيس لهم، وقسموا لي او قسموا لي لاكيوت، تمام، وله سيرتين كاركتر طلعوا عليهم، وكرونيك اقل حده برضه له كاركتر موجوده حاولوا تنظروا اليوم. اذا هنا في عندنا اكيوت وعندنا ايش؟ كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز. الاكيوت ممكن يكون فيتال، وهنا برضه ممكن كمان يكون عندي فيتال، بحيث انه يصير في عندي نوع من الكومبليكيشن زي ما ذكرنا، ويصير عندي ديسفانكشن في الاورجانز. بشكل اخر موضوع الاميونو سبريسيف دراج، اكيد انت بتعمل ترانسبلانتيشن وبتعطي دراجز، من ضمن هذه الدراجز كورتيكوستيرويدز، تمام؟ عندنا ايش؟ كورتيكوستيرويدز، والكورتيكوستيرويد بدورها ايش هتعمل؟ هتحاول تحد من موضوع الاميون ريسبونس، من ضمنهم انه في عندنا داون ريجوليشن الكورتيكوستيرويد بتعمل لمين؟ للانفلاماتوري سايتوكاينز اكسبريشن زي انترلوكين 1 و2 و3 زي ما انتم شايفين عندي، وهدول السايتوكاينز الموجوده عندي. الكورتيكوستيرويد كمان ممكن تعمل انهبيشن لمين؟ للاكسبريشن بتاع الاديجين موليكيول، يعني معناته انه ما تجيش يا ليكوسايتس، ما تعمليش مايجريشن على الايريا وتعملي انفلاماتوري بروسيس بشكل او باخر. اوكي؟ معناته في عندنا انهبيشن بشكل او باخر. هتعمل انهبيشن ما تخرجش الاندونيوكليز انزيمز، تمام، في هذا الجانب. اوكي، ممكن تعيق عمليه الايش؟ الاكسبريشن للام اتش سي كلاس في الخلايا الموجوده عندي. تمام؟ ودام ضعفت من الاكسبريشن بتاعت الام اتش سي كلاس في الانتيجين بريزنتنج سيلز، معناته حيحصل عندي لو بريزنتيشن، وحيحصل عندي نوعا ما لو تي سيل ستيميوليشن. عندنا اذر توكسيك دراج اسمه انتي ميتابولايتس، وهذا عباره عن دراج بيعمل انترفير مع الدي ان اي والار ان اي سينثيسيس موجود. وفي عندنا كمان اذر دراجز اخر اسمه سايكلوفوساماي وكلوروميوسيل، تمام، هذول عباره عن الكريتين للدي ان وانترفير مع الدي ان اي ميتابوليزم، وهم طبعا اكيد توكسيك على الخلايا الموجوده عندي. عندنا سايكلوسبورين، واحنا عارفين السايكلوسبورين مر علينا الاسم هذا في الفصل الماضي، انه السايكلوسبورين ممكن يعمل انترفيرنس للتي سيل اكتيفيشن بانه يتحد او بيعمل انترفير مع السايكلوبيورين بشكل او باخر، وهذا بعيق عملية الاكتيفيشن بتاعت الترانسكريبشنال فاكتور اللي ممكن تساعد في عملية اللي هو سيتوكاين سينثيسيز او انترلوكين سينثيسيز او سيتوكاين ريسبتور سينثيسيز زي ما احنا عارفين. هذه انواع من الدراج من باب برضه تنعطى از اميون سبريسيف دراجز من باب العلم طلعوا عليهم. اوكي، هذه عباره عن دراسه ليس الا، هذه الدراسه انه عملوا كومباين تريتمنت مع ديكساميتازون مع لايبوبوليسكرايد. اوكي، اعطوهم لمين؟ لمونوسايت درايف دندريك سيل،
وحولوا لي المونوسايد دندريتك سيل لتو بي از تلوروجينيك دندريتك سيل. تمام؟ يعني مثلا وكانه انا بقول انه انا في عندي دندريتك سيل بتاعتي الريسيبيانت بتروح بتعملها بهذا الكومباوند زي الديكسامتر زون ولايك بوليسيكارايد. تمام؟ هتتحول الدندريتك سيل الى تلوروجينيك دندريتك سيل. تمام؟ اللي هي المونوسايد درايف دندريتك سيل. تمام؟ وهتعمل عمليه امبيرمنت هيحصل عنها لمين؟ للاستيميليشن بتاعت التي هيلبر 1 سيل. ويقال انه بيحصل عندي برودكشن لانترلوكين 10، وانترلوكين 10 طبعا مهم على اساس يعمل لي منع او يعمل لي سبريشن للتي سيلز بشكل او باخر. هي عباره عن اكسبيرمنتال ستادي ليس الا، بحيث ان نحول الدندريتك سيل from immunogenic dendritic cell to telogenic dendritic cells ممكن يستخدم في as a term. نيجي لنقطة أخيرة في هذا الموضوع، في موضوع الفيتس. موضوع الفيتس طبعا احنا بنعرف انه انا الفيتس موجود عندي as a foreign. صحيح انا في عندي father mother اوكي، لكن في عندي موجود فورين اللي هو في عندنا جانب في الامات سي كلاس جانب من الفادر، معناته في عندي انكومباتيبلتي بشكل او باخر ما بين الامات سي كلاس بتاعت الفيتس وما بين الامات سي كلاس بتاعت المدر. طيب هذا بيستدعي انه يكون في عندنا اميون ريسبونس اجينست، ولكن سبحانك ربي انه الفيتس از اتوليريتد الوجرافت. الوجرافت بيستمر عندي 9 شهور، والتسع شهور هذول تقريبا تمشي بشكل او باخر، ما فيش عندي اي مشكله في هذا الموضوع. صحيح من هذا الباب بيجي بيقول في عندي الوت، او بلاش نقول الوت، في عندنا ماني ريزونز في هذا الجانب ممكن تعمل لي عمليه اللي هو السبريس للاميون ريسبونس من المدر. في عندنا في الفيتاس في عندنا فيتال حاجه اسمها فيتال تروفوبلاست، هذول عباره عن الاوتر لاير تمام بتاعت البلاسينتا بشكل او باخر، تمام، اللي عامله لي كونتاكت مع مين؟ مع الماتيرنال سيلز الموجوده عندنا في داخل اليوترس. اللي بيصير عندي هنا هذه الخلايا سبحانك ربي انه ما بتعمليش عمليه اكسبريشن لام ات سي كلاس، هذه التروفوبلاست في عندنا داون ريجوليشن في الام ات سي كلاس 1 و2. تمام؟ بمعنى انه كانه ما فيش برزنتيشن واضح او ما فيش عندي ثريشولد واضح من هذا الام اتش سي كلاس 1 و2 للانتيجينات بتاعت البيبي اساس يصير لهم نوع من ستيميوليشن للاميون سيلز. هذا جانب من الجوانب انه بيخلي موضوع الاميون ريسبونس اجينست الفيتس يكون عندي ريتل بيد لو. الشغله الثانيه الفيتال تروفوبلاست وجدوا انه في عندها اتش ال اي. تمام؟ احنا بنعرف ال MHC classes ذا كريم، في عندنا MHC class class 1 وعندي الميجر تاعهم A HLAA وال B وال C، كذلك عندنا ماينر HLAA HLAG و HLAF. تمام؟ هذول من ضمن الماينر. وجدوا انه في عندنا HLAG، ما لل HLAG؟ هذول HLAG موجودين عندي على التروفوبلاست. تمام؟ وبدورهم بيعملوا عمليه ايش؟ ارتباط مع مين؟ مع النيتشر كيلر سيل بتاعت المذر. تمام؟ وعلى مين بيرتبطوا؟ بيرتبطوا على الكيلر انهيبيتور ريسبتورز. واضح؟ ما دام بيرتبطوا ال اتش ال اي جي على الكيلر انهيبيتور ريسبتور اوكي، معناته حيحصل في عندنا ايش؟ نوع من السبريس لمين؟ لا اللي هو النيتشر كيلر سيلز الموجوده عندي. تمام؟ هذه من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون موجوده في هذا الجانب. اوكي. والشغله اخرى ممكن في هذا الجانب لو نيجي نطلع كمان للدنتريتك سيل، اوكي، وجدوا انه البلاسينتال سيل الموجوده عندي زي ما ذكرنا فيش عندي الوت اوف ام سي كلاسز 1 او 2، معناته كانت بتقول لي الدنتريتك سيلز في عندنا less amount of of MHC class 1 او 2 على سطح هذه الدنتريتك سيل. في عندنا حاجه ثانيه كمان ال HLA اوكي كان انديوس ابوبتوسس للسيتوكسيك تي سي دي 8 تي سيل. تمام؟ انديوسينج ايش؟ سيتوتوكسيك او ابوبتوسس لمين؟ للسيتوتوكسيك تي سيل CD8 بتاعت المدر. هذا شغله. شغله اخرى انه في عندنا الفا فيتو بروتين.
الفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين، انه البيبي تمام في عندنا نقول له الفا فيتو بروتين. مره كان عندنا كلمه الفا فيتو بروتين في السلايد اللي قبلها. الالفا فيتو بروتين هذه بصير لها ايش يعني من ضمن الفانكشن بتاعتها كما يقال تمام، انه بصير لها سينثيسيس في لوكساك ولوك لايك. هي مهمه على اساس تعمل عمليه اميون سبريسيف لمين؟ للاميون سيلز. كما يقال في هذا الجانب انه الالفا فيتو بروتينز بتخرج من اللوكساكس او من الفيتا ليفر وبتكون لها دور عباره عن اميونو سبريسيف دراج بشكل او باخر. اشياء اخرى موجوده يمكن مش مكتوبه عندنا بحاول اذكرها. في عندنا كمان بيقول لي في يوجد بي دي ال1، بي دي ال1 بروجرام ديد ليجن موجوده على السيلز تمام. وفي عندنا فاس برضه ليجن، هذا ممكن تكون موجوده في البلاسينتا وحتعمل عمليه سبريشن لمين؟ لا الاميون سيلز الموجوده عندي حوالين البلاسينتا الموجوده عندي في اليوتراس. هذا من ضمن الاشياء. كمان في عندنا حاجه ثانيه موجوده انه في عندنا كومبلمنت كنترول. ايش يعني كومبلمنت كنترول؟ وجدوا ملاحظه انه في عندنا انتاج بيحصل لبروتين بسموه سي ار ار واي. سي ار ار واي ايش بيعمل هذا البروتين سي ار ار واي؟ هو عباره عن كومبلمنت ريسبتور ريليتد بروتين واي. ها سي ار ار واي اللي هو عباره عن كومبلمنت ريسبتور تمام، بيكون بسموه كومبلمنت ريسبتور ريليتد بروتين واي. ايش بيعمل هذا؟ هذا بيعمل انهيبيشن للكومبلمنت سي 3 وسي 4 تمام. اذا موجودين هذول الكومبلمنت كنترول زي ما احنا شايفين في الشاشه عندي هنا في السلايد انه في عندنا سي ار ار واي وكانه بيعمل انهيبيشن للكومبلمنت سي 3 وسي 4. هذا الشغله. شغله اخرى كمان ملاحظ موجوده برضه هنا عندي انا، في عنا غير السيتوكاينز اللي بتخرج تمام، في عنا من البلاسينتا كمان بيخرج عنا من التروف بلاست الموجود عنا، قلنا الفيتال تروف بلاست بيعمل عملية البرودكشن لتروف بلاست هاد اللي اي دي او. ايش يعني الاي دي او؟ اللي هو عبارة عن اندول امين 2-3 ديوكسيجينيز. هذا البروتين او هذا الانزيم ايش بيحصل؟ بيرتبط مع الاميون سيلز بتاع مين؟ بتاع اللي هو الام زي التي سيل. لما بيرتبط مع هذا وبيدخل في التي سيلز بتاعت المدر بيعمل عمليه سبريشن لمين؟ للتريبتوفان ميتابوليزم تمام، اللي هي الانابوليزم للتريبتوفان. طبعا التريبتوفان هو امينو اسيد مهم لا موضوع التي سيل اكتيفيشن تمام. اذا ما دام تي سيل اكتيفيشن بيعتمد على التريبتوفان، التريبتوفان وان اوف ذا امينو اسيد ذات ار امبورتنت في بناء سيرتن بروتينز اللي علاقه في الاكتيفيشن بتاعت التي سيل، فهذا الانزيم بيعمل لي نوع من الكتابوليتك اكتيفيتي اجينست اللي هو التي سيل او التريبتوفان، وهذا هيعمل عمليه سبريشن للتي سيل اكتيفيتي. وطبعا اكيد في اذر ريزونز في هذا الموضوع زي ما ذكرنا طبعا الاتش ال اي جي في عندي اف او اي انواع، لكن موستلي التحاليل كان عن جي انه بيعمل سبريشن للخلايا تمام، او بترتبط مثلا على اللي هو الكيلر انهبيتور ريسبتور زي ما قلنا في هذا الموضوع. ريدر دان الدندريكسيل الموجوده عندي في منطقه اليوتيراس بتكون عاده الام سي كلاس 1 و2 بتاعتهم في صار لهم داون ريجوليشن. ريدر دان طبعا في عندنا بارير اللي هو اليوتيراس. هذه عوامل واكيد في عوامل اخرى بيمنعوا عمليه الاتاك بتاعت الاميون سيلز بتاعت المدر لمين؟ لا اللي هو الفيتس. وهيك بيحصل عندنا عمليه اللي هو فيتال اللي هو او بمعنى اصح توليرانس للالوجرافت بتاعت الفيتاس. بهيك بننتهي من المحاضره ترانسبلانتيشن، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت. واذا في هناك مره اخرى اي كومنت ان شاء الله بعد ما تنزل هذه المحاضرات على اليوتيوب